وأن يحقق آمالكم وأن ييسر أموركم وأن يلهمكم جميعاً وأن يلهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. الإيمان مشروع الإنسان، أعظم مشروع في حياة الإنسان هو مشروع الإيمان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هذا الإيمان لابد أن نحرص على النجاح فيه. ممكن الإنسان يخسر في مشروع من مشاريع الدنيا، هذا أمر طبيعي، يجتهد مرة أخرى، ولكن مشروع الإيمان لابد أن نحرص عليه جميعا ونحرص على النجاح فيه. حقيقة الإيمان ألف باء جيم، تصديق بالقلب ألف، إقرار باللسان باء، تطبيق بالجوارح والأركان جيم. هذا الإيمان يحتاج إلى مقويات باش الإيمان يزداد في القلوب. ربي اللي قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يخاطب المؤمنين ويقول لهم زيدوا آمنوا، قووا الإيمان نتاعكم. واش هي مقوية الإيمان؟ منها رقم واحد التزام العبادات، لأن ربي سبحانه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات. نقطة اثنين ملازمة كتاب الله تلاوة وتدبرا، نقرأ كلام ربي. نقطة ثالثة، العامل الثالث هو الاجتماع، مثل هذا الاجتماع في هذا المسجد العتيق المبارك. ومادام بشرتونا بهذه البشرى أن الشيخ ابن باديس إمام الجزائر نزل بهذا المسجد وخطب فيه، فهذا شرف كبير، أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. إذن مثل هذه الاجتماعات تقوي الإيمان، ومن مقويات الإيمان التدبر في مخلوقات الله جل جلاله، في مثل قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سورة فصلت الآية 53. وفي سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. تدريب العقل على التدبر والنظر والتأمل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، سورة آل عمران. وأختم بسورة الذاريات وفيها آيات. الآية السابعة ربنا يقول: والسماء ذات الحبك. عقل الإنسان ينظر إلى هذا المخلوق الضخم للسماء، يوحد الله عز وجل ويعظمه. في الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين. في الآية رقم 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية التي تليها 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآية 49: ومن كل شيء خلقنا زوجين. الزوجية المبثوثة في الكون فيها تحتاج إلى نظر، في عالم الإنس، في عالم الجن، في عالم الحيوانات، في عالم السحاب، في عالم الذرة، في جميع العوالم. والآية 49 من سورة الذاريات تساوي الآية 36 من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ليظل الإعجاز القرآني قائما، فما نجهل أكثر مما نعلم من مخلوقات الله عز وجل. ثم تأتي الآية رقم 50 وإن قضى ربي ففروا إلى الله. الفرار إلى الله في ذلك نجاة. الآية 55 ربنا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والسلام عليكم.